أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد. النهاردة هتكلم في موضوع كنت مأجلة اني اتكلم فيه من فترة لغاية ما ألم بيه المام تام، وهو العلاج بالطاقة. الموضوع ده نابع من صديقة من صديقات القناة اللي كتبت لي وقالت لي ان هي عايزة تعرف رأيي في العلاج بالطاقة وان رأيي يهمها، فانا اشكرها على الثقة دي. والنهاردة هقول لكم كل الحاجات اللي توصلت اليها واكتشفتها. السؤال ده كان من فترة طويلة جدا، وانا في الفترة الطويلة دي بعمل بحث مستفيض، لان انا في الاساس باحثة. وخلينا زي دايما ما شعاري ان احنا نتعلم من بعض ونتعلم مع بعض. قبل ما ابتدي اتكلم في موضوع العلاج بالطاقة، لازم نعرف ان موضوع العلاج بالطاقة بيقع تحت ما يسمى بالطب البديل او بالعلاج البديل، وده داخل تحت منه طب الاعشاب او التداوي بالاعشاب، داخل تحت منه الاكل كدواء، يعني في داخل تحت منه التأمل والميديتيشن، داخل تحت منه حاجات كتيرة، لدرجة ان هم كمان حتى اللي هو الكريستالز والاحجار الكريمة والحاجات دي كلها، كل الامور دي داخلة في العلاج البديل. وتطرقي لموضوع العلاج البديل ده مش من النهاردة ولا حتى من ساعة ما صديقة كتبت لي الكلام على القناة، كان من وأنا طفلة صغيرة. بابايا كان مريد لشيخ من الشيوخ اللي هم بيسموا شيوخ الطرق، وكان مهتم جدا جدا بالتداوي بالأعشاب، وكان عندنا كتب كتيرة جدا جدا، والتلاجة بتاعتنا كانت مليانة بكياس من الأعشاب محطوط عليها استيكرات صغيرة مكتوب ده كذا وده كذا وده كذا. وصديقه أو الشيخ بتاعه كان كمان داخل في العلاج المس من الجن والكلام دوة. ومن وأنا صغيرة قوي 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 شفت الكلام دوة، ولكن لأن أنا كنت دايما بسأل، حتى أنا ما كنتش محبوبة قوي في هذا الوسط، والجروب دي كلها كانت ما بتحبنيش خالص بما فيهم هذا الشيخ. كنت دايما بتساءل وكنت دايما بسأل، والناس اللي بتسأل ما بتبقاش مشهورة قوي في المجال ده، وما بتبقاش محبوبة قوي وسط الناس دول. فكنت دايما أسأل ليه ده، ازاي ده، خصوصا كمان ان انا كنت شاطرة في المدرسة، كنت شاطرة في العلوم، في زي اللي هي البيول الاحياء والفيزياء والكيمياء والحاجات دي كلها، وكنت بروح المكتبة كتير قوي قوي قوي، وكنت نهمة في ان انا اقرأ، وحتى الكتب اللي بابايا كان بيجيبها برضو كنت بقراها. ففي الفترة دي مامتي كانت بتعاني من آلام شديدة جدا 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 في ايديها، وكانت بتحس بخدر في الصباعين اللي هم دول، وكانت اعتقد عندها ايد بتوجعها قوي 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 عن الايد التانية، وكانت بتبكي وتعيط من الالم الشديد. طبعا الدكاترة كان سهل عليهم جدا يشخصوا، قالوا لها ده كاربال تانل، يعني ايه، عارفين هنا الاعصاب اللي ماشية هنا، هو من كتر الحركة والتويستنج واللوي والكلام ده كله بتخشن المنطقة اللي حوالين العصب فبتضغط عليه، فهي اللي بتعملها الآلام الفظيعة دي. وده يعني مرض أو شيء مشهور جدا جدا بين سيدات البيوت وبين مثلا الستات اللي بتشتغل في الكوافيرات، اللي طول الوقت بتكوي وبتعمل وبتقصقص وبتعمل بالفتلة والكلام ده كله، تلاقي برضو عندهم هذه المشكلة.
مشهور كمان بين العمال اللي بيستخدموا ايديهم على مصنع في خط الانتاج. انا كان عندي كذا عامل تحت ايدي كان عندهم هذه المشكلة الكاربال تانل، وحلها كان بسيط، ان بتتسلك المنطقة اللي حوالين العصب فما ترجعش تضغط عليه. بعد فترة من الاستخدام الشديد تاني ممكن المنطقة دي برضو تخشن تاني ويحتاج الدكتور انه يسلكها. في الفترة دي ماما كانت بتعيط ومش عايزة تعمل عمليات والكلام ده كله. جه الشيخ ومريدينه اصحاب بابا، وماما نامت وهم بايديهم مدوا ايديهم وبقوا بيقروا قرآن واذكار واوراد، كلها حاجات من القرآن ومن السنة وادعية، حاجات لوحدها مش حرام ولا عيب ولا فيها اي مشاكل، دي مجرد ادعية. خلصت الجلسة دي ماما حست انها كويسة لاخر اليوم، واليوم اللي بعد منه شوية بعد لما دخلنا اليوم الثالث كانت رجعت نفس الآلام ونفس العياط ونفس المشاكل، لأن الشغل في البيت طبعا يعني ايه رجع الآلام في المنطقة دي. المهم انا ساعتها كنت يعني انتوا عايزين تفهموني، لأن انا رحت مع ماما عند الدكاترة وسألت الدكتور، والدكتور شرح لي رغم ان انا كنت صغيرة يمكن عندي 13 14 سنة، يمكن كنت في اولى ثانوي مثلا بالكتير، تقريبا كنت في اولى ثانوي، والدكتور شرح لي ووراني كان عنده رسمة وقال لي العصب بيمر هنا هو، والعصب ده مسؤول عن الصباع ده والصباع ده، ومن كتر الحركة بتخشن المنطقة دي فاحنا بنسلكها وهكذا والكلام ده كله. فحسيت انه يعني عقلاني جدا جدا ويعني مش محتاج فتي زي ما بيقول. فدي اول احتكاك ليا بما يسمى الطب البديل او العلاج البديل، ان ده علاج بالقرآن او الاستشفاء بالقرآن. عدت سنين وطبعا عندي المشاكل في جهازي المناعي، وصديقة من صديقاتي والكلام ده وكان في كندا، لما جيت قالت لي انا ليا دكتورة، هي بتقول عليها دكتورة صينية بتعالج بالطب الصيني، انا مرتاحة جدا جدا معاها، وتعالي وشوفي ويمكن تديكي حاجات كويسة. ففكرت وقلت انا هخسر ايه، خليني اروح. رحت الدكتور عملت لي طبعا تحليل في الدم وقالت لي انت دمك فصيل الدم كذا ومش عارف ايه، انت تاكلي كذا وتعملي كذا، وحطت لي برنامج غذائي. طبعت لي البرنامج الغذائي وبصيت فيه قلتلها واو، انا عندي حساسية اصلا من 3/4 الحاجات اللي انتي بتقولي عليها دي، لو ده موثق باختبارات حساسية انا عملتها، مش ان انا بقول انا كده. فطبعا قصة تانية في اجتماع من الاجتماعات او نتوركينج ايفنت معمول لسيدات الاعمال، فطبعا من ضمن الحاضرين اللي هم السيدات اللي بيعالجوا بالطاقة وبيعالجوا بالتنويم المغناطيسي، فبتكلم مع سيدة وكان ساعتها وزني زايد شوية، فراحت قالت لي ايوة تعالي انا بعالج اصلا من زيادة الوزن. فبصت لها كده وقلت لها انت بتعالجي اللي هو علاج الطاقة، بتعالجي زيادة الوزن والسمنة وانتي اساسا تخينة واوفر ويت. فراحت قالت لي لا، ما هو انا ما اقدرش اطبق العلاج بتاعي على نفسي. طبعا ما اقتنعتش بده، ده حاجة. الحاجة التانية قلت لها طب ليه ما روحتيش للناس التانيين، قلت لها المؤتمر ده مليان ستات زيك بيعالجوا بالطاقة، ما روحتيش ليهم ليه؟ قالت لي عشان انا اشطر واحدة في المجال ده وما فيش واحدة هتعرف تعالجني زي ما انا بعالج الناس التانية. وساعتها وهي بتديني الكارت وقع، وكانت حالة قالت لي لو سمحتي وطي هاتي عشان انا ما بقدرش اوطي. قصة تانية، ودي كلها حاجات حصلت وقدامي، صديقة من صديقاتي وكانت زميلة في الشغل وكان جالها كانسر، سرطان الثدي، بريست كانسر زي ستات كتير قوي. وصديقتي دي حكت لي وشفيت منه الحمد لله وما جالهاش تاني خالص الحمد لله، ولغاية الآن أنا لسه على علاقة بهذه الزميلة
ما جالهاش حاجة الحمد لله. وبتحكي لي بقى على قصتها ان جوزها واحدة في الشغل قالت له خلي مراتك تروح للناس اللي بتعالج بالطاقة والكلام ده كله. بتقولي انا كنت في اخر مراحل العلاج وكنت عملوا لي استئصال وخلاص والحمد لله بقيت زي الفل. المهم خدت ميعاد وراحت الست، طبعا كشفت عليها ومررت ايديها على جسمها وبقت تيجي عند حتة وتقولها انا حاسة هنا بذبذبات فظيعة، انا حاسة هنا بطاقة رهيبة، انا كذا انا كذا. وقالت لها السرطان اللي عندك فيشس، يعني شرس فظيع، ده احنا انا محتاجة اشوفك بكل يوم 5 ايام في الاسبوع لمدة شهرين على الاقل والكلام ده كله. طبعا خرجت من عندها متخوفة وخايفة والكلام ده كله، راحت للدكتور بتاعها. الدكتور بتاعها عمل لها التحاليل وعمل لها الماموجرام وعمل لها لا ساعتها كانت شايلة الثدي اساسا، هيعمل لها ماموجرام على ايه الكلام ده كله، وقال لها انتي كويسة الحمد لله. عايزة اقول لكم ان صديقتي دي من ضمن الحاجات اللي بتعملها في التطوع انها بتساند نفسيا السيدات اللي بيمروا بنفس الحالة دي مع معهد السرطان اللي هنا، وبتروح تدي محاضرات وتتكلم عن تجربتها والكلام ده كله. طيب نيجي يعني نتكلم بقى على موضوع العلاج بالطاقة، يعني دي القصص نتكلم. وطبعا زي ما انا هقول لكم القصص دي انا متأكدة ان في فيديوهات كتيرة جدا جدا بتلاقوها بتتكلم على قصص النجاح والناس اللي شفيت والناس اللي كان عندها كذا وامراض عضال يعني وشفيوا منها. عايزة اقول لكم يعني انا دخلت على معهد العلاج بالطاقة الامريكي وفصفصته والابحاث والابحاث اللي معه والابحاث اللي ضد. معهد الطاقة العلاج بالطاقة بقى بي 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 بيقول ده ايه، هو طب، لا ما بيسموش طب، هو بيسميه ايه، ممارسة علاجية بديلة بتهتم بالشفاء من خلال تكريس الطاقة الخارجية، وبتعتمد على مبدأ، انا قاعدة عمالة انا مترجمة من عندهم فبقرا لكم من عندهم، وتعتمد على مبدأ ان المعالج بيوجه الطاقة دي سواء اللي موجودة في جسده او اللي موجودة في الكون لجسد المريض، فتنشط عمليات الشفاء الطبيعية للجسم. طيب اصوله ايه بقى؟ اصوله قديمة جدا جدا فيما يسمى الطب الشعبي، والأطباء الشعبيين اللي كان عندهم بعض الممارسات بعضها كان بينجح وكويس وبعضها ما كانش بينجح ولا حاجة. واللي عمل له فورة كبيرة قوي، طبعا هو ابتدى في أمريكا، هو وصلنا متأخر أساسا، كان في أواخر العشرينات والثلاثينات لما واحد من هؤلاء الممارسين للعلاج بالطاقة ياباني كان في أمريكا وابتدى يعمل هذا المبدأ اللي هو طاقة قوة الحياة، وعمل علم وعمل انستيتيوت والكلام ده كله، ووجد رواج شديد جدا جدا في أمريكا، لأن أمريكا بلد الصراعات، بلد الموضة، الموضة بقى في كل حاجة بقى، والتفوا الناس حواليه وابتدى يدربهم ويعلمهم عشان يروحوا يدربوا ويمارسوا دوا. وبيعتمد إن في تدفق للطاقة، وفي بقى لاير تانية بقى، في حاجة تانية بقى، ان في ناس بتقول ان الارواح بتساعدهم في التحكم في التدفق في الطاقة ده، او ان الملائكة بتساعدهم في التحكم في التدفق ده، او في حالة ماما والعملية الوهمية اللي اتعملت لها الجن بيساعدهم في التحكم في التدفق، تدفق الطاقة، ويروح للمكان العيان والمريض ويعالجه. الموضوع انتشر جدا 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 ونشرته، يعني مثلا أوبرا وينفري اللي هي المتحدثة الزنجية الأمريكية اللي ليها برنامج أوبرا أوبرا أوبرا، بتستضيف الناس دي وبتعمل لهم ضجة كبيرة جدا جدا، وبيروجوا للكتب بتاعتهم. وعندنا طبعا في التلفزيون العربي
حدث ولا حرج، المعالج الروحاني فلان، المعالجة الروحانية فلانة، والبرامج بتستضيفهم، لأن البرامج الإعلامية بتجري وراء الصرعات، الحاجة الجديدة. أمال تجذبنا احنا كمشاهدين ازاي؟ تكلمنا عن حاجة جديدة، تكلمنا عن حاجة مش قادرين نلمسها بإيدينا ونحسها، وحتى بيسموه علم الغيبيات. انا بأؤمن ان في حاجات فعلا احنا ما نعرفهاش. على سبيل المثال، احنا ما بنشوفش الفيروس، احنا بنشوف اثار الفيروس، احنا ما بنشوفش الميكروبات والجراثيم اللي تحت الميكروسكوب، وده مؤخرا، وبنشوف اثار الميكروبات والجراثيم والكلام ده كله. ما بنشوفش المجال المغناطيسي مثلا، ولكن المجال المغناطيسي، لان اللي درس فيزياء وفيزياء كمية والكلام ده كله، يعرف تأثير المجال المغناطيسي سواء للأرض ككل أو للأشياء اللي محطوطة، خاصة لو معادن، واللي بتعمله. وأنا في فترة من الفترات كنت في مول من المولات، و طبعا تحلقوا حواليا وعملوا حلقه وقعدوا قالوا لي، والبريسلت دي مش دي، طبعا دي بريسلت عاديه فيها قوه مغناطيسيه والكلام ده كله، وخدتها، وفعلا فعلا وانا لابساها كنت بحس بالصداع والنعاس والنوم الشديد، فكنت بنام ساعات طويله جدا جدا، فلما كنت اصحى من النوم كنت ابقى نشيطه ومش عارف ايه، لان المغناطيسات اللي في البريسلت اثرت عليا. انت لو واقف تحت كابل كهرباء بتحس بالتأثير، فأثرت عليا، فكنت بنام كتير جدا جدا جدا. لكن طبعا كانت بتعمل بقى حاجات تانية، يعني ما كنتش ببقى مبسوطة ولا مرتاحة فيها. عايزة اقول لكم ان في الغرب كمان دخلوا هذه الممارسات عندهم من كتر الحاح العيانين على هذه الممارسات. وطبعا انا واحده من الناس بحب المساج جدا جدا، وداخل تحت المساج علم اسمه الريفلكسولوجي، انه بيمسج الرجلين في طرق في اماكن معينه، ويقول لك اضغط على الحته دي بشكل معين، لدرجه ان في المسوس اللي كانت بتعمل لي، الست اللي بتعمل لي المساج، لما بقول لها ان انا باديه مش بعرف اشوف كويس وشكلي هحتاج نظارة، قالت لي لا انت تعالي مرتين ثلاثة معايا ولا هتحتاجي نظارة ولا حاجة. وضغطت على منطقة في رجلي وقالت لي دي المنطقة اللي متحكمة في العينين، انا كل ما همسجها وكل ما هضغط عليها كل ما نظرك هيقوى. طبعا رحت لها كام مرة ما حصلش حاجة، ورحت عملت نظارة القراية زي الشطرة، وبلبسها لما باجي اقرأ واشتغل على الكمبيوتر وخلاص ما فيش مشكلة. الطب الصيني كمان في مواد، والطب الصيني اللي بيحط دبابيس في مسارات الطاقة معينة، ومسارات الطاقة دي دايما بتلاقيها جنب الأعصاب، فلما يحط الدبوس في حتة بتمر جنب عصب ممكن يكون بيأثر على العصب، بيخدر الألم وإحساسنا بالآلام والكلام ده كله. لكن أنا بصراحة ما شفتش حد يعني شفي تماما من مرض باستخدام هذه الممارسات. المعهد اللي هو مسؤول عن العلاج بالطاقة، وتلاقيهم يقولك ايه، معتمد، في ناس بتروج لنفسها ان هي معتمدة واخدة شهادة. بيقولوا ايه المعاهد اللي بتدرس الحاجات دي؟ بيقولك انه لا يعالج ولكنه يساعد على العلاج. ودايما عادة المعالج بالطاقة ما بيوصفش بس حاجة واحدة، ده بيوصف حاجات كتيرة قوي، وهذه الامور بتكون عادة مرتبطة بنمط الحياة اللي بنعيشه. يقولك أكل معين، امتنع عن أكلات معينة، نام في وقت معين، ما تتفرجش على حاجات معينة. عشان كده دايما تلاقيه هذه العلاجات البديلة بتنجح في علاج المشاكل اللي متعلقة بنمط الحياة بتاعتنا.
بالاكل اللي بناكله، بجوده النوم اللي بننامه. تلاقيها كمان متعلقه باحساسنا بالهدوء والسكينه والسلام الداخلي، عشان الذكر والقران والامتنان وترديد كلمات معينه. الكلمات دي احنا بنبقى فاهمين معناها، فترديد الكلمات بيغير افكارنا. وانا كلمتكم قبل كده على موضوع قوه الافكار وقوه الكلمات، فبيعتمدوا على الامور دي. في حاجه كمان اسمها ذاكره الجسد. المواقف اللي احنا بندخل فيها، يقول لك انا شعر راسي وقف، او انا دخلت في موقف وحسيت كده وجع في معدتي، او قلبي مقبوض، او الكلام ده كله، لان جسمنا بيتفاعل مع المواقف اللي احنا بندخل فيها. ودي حاجة مؤكدة علميا، وعلم النفس اكدها، اللي هو ذاكرة الجسد. ان لما بندخل في موقف معين، زي مثلا دايما السيدات اللي تعرضوا مثلا لحادث اغتصاب او حاجة زي كده، لما بيجوا يحكوا ويكرروا اللي حصل لهم، بيحسوا بآلام وشد وتنشنة في جسمهم، مع انهم مش متعرضين للموقف ده، ده مجرد انهم بيحكوا. تتخيل نفسك مثلا ان انت يعني بتقع، جربوها بس يعني حاسبوا على نفسكم، تجرب كده ان انت تحس ان انت بتقع، او الكلام ده، تحس ان انت جسمك ايه ده حاسس بيه، مع ان انت ما بتقعش ولا حاجة، انت مجرد انك بتتخيل. فدايما بيركزوا على الامور دي. ممكن ينفع في التعامل مع الألم مؤقتا، مع القلق، مع الإحساس بالخوف، مع الإحساس بالانزعاج اللي بنحسه لما بنبقى عيانين بمرض معين. ممكن بيعالجوا الشد اللي موجود في جسمنا والتنشن اللي موجود في جسمنا، العصبية، الانتباه المتشتت أو التركيز المتشتت، ما عنديش الانتباه أو التركيز، فيبتدي يخليك تتأمل وتركز وتعمل وتقرأ قرآن وتقرأ أمور معينة، وتحط كريستالات مثلا بشكل معين، أو تعمل بخور بشكل معين. الأمور دي بتهدي، بتعمل حالة من الهدوء العام. وأنا نفسي بعمل الحاجات دي، لكن مش مؤمنة إنها علاج، لان في بقى حاجه بقى جميله جدا جدا، وبرده موثقه بابحاث علميه، بيسموها البلاسيبو افكت، او العلاج الوهمي. ودي بيعملوها دايما تجارب، حتى في التجارب العلميه لغايه النهارده، يقول لك احنا عندنا دواء معين عايزين نجربه، فيبقى عنده مجموعه من الناس اللي هيعمل عليها هذه الدراسه، فيقسمهم مجموعات، ولازم يكون في مجموعة اسمها الكنترول جروب. المجموعة دي بيديهم حاجة، يقولهم هو ده الدواء، بس هو ما بيبقاش دواء ولا حاجة، بتبقى حبة اي حاجة، ما فيهاش اي حاجة اصلا، كبسولة فيها شوية مية. يعني الناس اللي خدت الدواء، ناس خدته بجرعة معينة، ناس خدته بجرعة اقل، ناس خدته بجرعة اكتر، وناس ما خدتوش خالص، ولكن بيقولوا لهم ان هم خدوه. في بعض الناس اللي هي خدت الدواء الوهمي اللي ادهولهم، بيقولوا انهم اتحسنوا، فعشان كده بيسموه العلاج بالايحاء او العلاج الوهمي. ودي يمكن نكون بنعملها مع اولادنا الصغيرين احيانا، نقول لهم على امور معينه احنا عارفين ومتاكدين 100% ان ما فيهاش حاجه، ولكن بنقولها لهم عشان نشجعهم انهم يعملوا حاجه معينه. والكلام ده معالجين الروحانيين بيركزوا قوي على قوه الايحاء والعلاج بالوهم. الحاجة التانية كمان انهم بيركزوا كمان على قوة الايمان. احنا عندنا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، انا دايما اقولها حتى لاولادي، وانا دايما حاسة بيها، ربنا سبحانه وتعالى اذا دعيته هيستجيب لدعائي. الشيخ الشعراوي طبعا لما شرحها بيقولك ربنا بيستجيب بعدة امور، يا اما يديك اللي انت عايزه، يا اما يحميك من اللي انت عايزه ده لو كان ضرر ليك، يا اما يديك احسن من اللي انت عايزه. فاحنا يعني بجميع الاحتمالات هناخد، او ربنا هيستجيب لدعائنا. وقل ادعوني استجب لكم، حتى ما حطش واو، ما حطش فا، ادعوني واستجب لكم، لا،
too much، ادعوني فاستجب لكم، لا برضو ادعوني استجب لكم، يعني يعني الحاجة تحصل والرد على طول في ساعتها. فدايما بيركزوا قوي على قوة الإيمان. في حاجات تانية كمان من ضمنها مثلا التنفس العميق، وانا كلمتكم على موضوع التنفس العميق، وان احنا ما بنبقاش عارفين ازاي نتنفس فعليا، لان الكلام والاكل في وسط الكلام، الناس اللي بتدخن، الكلام ده كله ما بنعرفش نتنفس، بنتنفس كده حاجة اي كلام. فدايما بيركزوا على التنفس العميق، ودايما اقولها لكم شهيق عميق زفير طويل. ليه؟ عشان يدخل كميات اكبر من الاكسجين لجسمنا، والاكسجين مهم جدا جدا لصحتنا. فدايما العلاجات بتاعتهم بيبقى فيها تنفس عميق، بيبقى فيها كمان تأمل، جلسات التأمل. يعني كان دايما بابا بالليل يدخل في الخلوة بتاعته، جدتي كانت بتعملها من غير ما تكون داخلة في موضوع العلاجات ولا الكلام ده كله، وكانت دايما تقولي اغتنمي الخلوة مع نفسك. كانت بتهدي أعصابها وسط العيال، 6 أولاد وزوج ومتطلبات حياة والكلام ده كله، فكانت بتستخدم الخلوة بتاعتها عشان تهدي نفسها وتهدي أعصابها. الذكر، الذكر ده بقى فيه كذا حاجة بقى. تكرار الأصوات بشكل معين بيدي رتابة، تك 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 تك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه الرتابة برضو بتهدي أفكارنا وبتهدي صوت العقل اللي بيزعق جوه دماغتنا. الحاجة التانية كمان إن لو إحنا بنكرر كلمات إحنا فاهمين معناها، بتترسخ هذه الكلمات جوانا زي الحمد لله. فكل دي ممارسات بتهدي العقل. بيتعاملوا برضو كمان في الحالة النفسية والكلام المشجع، واحيانا كمان يقولوا لنا على اسباب معينة، يعني اللي بيؤرق الناس انهم يبقوا عيانين او حاسين بشيء مزعج ومش عارفين السبب. فلما يقولوا لنا السبب، زي اللي يقولك دي واحدة عامل لك عمل، دي واحدة عاملة لك عمل، ده في واحد حزدك، ده في واحدة حزداكي، ده في كذا، فمدام اوجدنا لنفسنا السبب احيانا بنهدى نفسيا. وكمان الكلام الإيجابي المشجع والأمل، بيدونا دايما أمل، انت لو جيت هيحصل كذا، التشجيع، الكلام دوت. في طبعا جزء كبير قوي من الممارسات بيعتمد على اللمسة البشرية، ودي موجودة في عالمنا العربي بس بنسب متفاوتة، لان احنا عندنا موضوع اللمس ده يعني في مشكلة، ممكن بقى بعد كده تلاقي يعني حوادث عن الشيخ اللي اغتصب الست اللي راحت له، الكلام ده كله يعني. لكن في الغرب مثلا في زي المساج، زي الحاجات دي، اللمسة البشرية بتدي راحة، الحضن، الطبطبة، الكلام ده كله. طيب ايه بقى المساوئ، ايه المشاكل اللي بتحصل؟ اول حاجة بكررها لكم، هذا العلاج لا يعالج، هم نفسهم بيقولوا كده، احنا ما بنعالجش، مع انهم بيعلنوا ده، ولكن قدام القانون خاصة في امريكا وفي الغرب بيقولوا احنا ما بنعالجش، وبيقولك العلاج بالطاقة لا يعالج اي شيء، ولكن ولا يشخص مرض، يعني لا بيعالج ولا بيشخص، عشان يقول انا ماليش دعوة بالطب، ولكن بيخلق بيئة أحسن للشفاء، بيخفف بعض الأعراض، بيساعد الجسم أنه يشفي نفسه بنفسه. وطبعا الحاجات دي ما تقدرش تعمل لها أبحاث موثقة، وهنتكلم بعد شوية في موضوع الأبحاث ده. فهم نفسهم بيقولوا احنا ما بنعالجش ولا بنشخص امراض، احنا بس بنعمل بيئة، بنهيئ بيئة للجسم انه يعالج نفسه بنفسه، وبالتالي هو مجال غير مرخص، ما تقدرش ترفع قضية
على شخص بيقول عن نفسه انه معالج روحاني او انه هو معالج بالطاقة او الكلام ده كله، لا في المقابل بقى تقدر ترفع قضية على دكتور لانه، وممكن يصل انه يمنع من مزاولة المهنة لانه اخل بشروط المهنة اللي بيمتهنها، لان مهنة الطب مهنة مرخصة وليها ضوابط معينة، ولكن المعالجين الروحانيين والناس دول مش مرخصين ولا ليهم اي ضوابط، ومش بيقولوا على نفسهم كمان ان هم بيعالجوا، كمان يقولك انا ما بعالجش، انا بس بهيئ له مناخ للكلام ده كله. فطبعا عدم وجود ضوابط بيحصل بقى مشاكل وبلاوي، ودي اللي بتحصل فيها منها الحوادث اللي بنسمع عنها كل يوم والتاني في الجرايد. الحاجة التانية كمان اللي هي الأمل الكذاب أو الوهم، بيخلوا الناس تتغاضى عن المرض العضوي وتتشبث بآمال وأحلام، يعني ممكن يكون مش آمال، مش أمل، ده وهم، وده طبعا يعني شيء مش صح خالص، لأن خدوا بالكم إن يعني جزء من أمراضنا متعلق بحاجات نفسية، لكن جزء كبير من أمراضنا متعلق بالجينات، متعلق بنمط الحياة اللي بنعيشه، متعلق بأمور عضوية المنشأ. فلو هي حاجات نفسية شيء، ولكن لو هي حاجات عضوية شيء آخر. عشان كده بنحتاج عمليات، عشان كده بنحتاج جراحين، عشان كده بنحتاج أدوية، علشان كده الدكاترة بيعملوا أشعاعات وتحليل عشان يعرفوا يشخصوا إيه اللي فينا. فممكن، ودي أنا شفتها، إن في ناس بيكون عندها أمراض عضوية وتهمل في علاج المرض العضوي، زي سيدة ابنها كان عنده صرع وكانت برضو بتروح تعالجه على اساس ان هو ممسوس ولا ان هو في كذا وفي كذا، وهو عنده صرع. فده برضو يعني حاجة من اللي بتؤرقني وبتزعلني، ان بيبقى فيه اسباب عضوية ولكن بنهمل السبب العضوي ونروح وراء هذا الوهم الكذاب، لانه مجال كمان فتح الابواب على مصراعيها قدام الدجل والخزعبلات يعني والممارسات الروحانية الرخيصة. دي مش روحانيات ولا حاجة، دي خزعبلات. يعني الناس يعني تبص تلاقي دكاترة ودكاترة جامعة ودكاترة أطباء كمان، وبيروحوا الكلام دوا على أمل الوهم، لأنه جرب الأمور دي وما فيش نتيجة، طب خليني أما أجرب ده، ومرة تصيب وعشر ومئة مرة تخيب. واللي دايما القصص المنتشرة هتلاقيها القصص النجاح اللي هم بينشروها عشان يدللوا على نجاحهم، زي ما قلت لكم قبل كده ان هم بيعتمدوا على البلاسيبو ومبدأ العلاج بالإيحاء وقوة الأفكار والكلام ده كله، اللي احيانا بيغطي على السبب الحقيقي للمشكلة. نيجي بقى للأدلة العلمية. انا بصراحة عملت تدوير جامد جدا 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 في موضوع الابحاث العلمية والدراسات العلمية اللي اثبتت او اللي نفت. اول حاجة لقيتها ان الدراسات اللي بيقال عليها دراسات علمية بتثبت، للأسف عددها قليلة، دي حاجة. الحاجة التانية بتتعمل على عينات، يعني على عدد من الأشخاص صغير. يعني احنا لما كنا بنعمل رسائل الماجستير والدكتوراه كنا بنتكلم على محدودية الدراسة. الدراسة اللي انا عاملاها دي، وده يمكن في الماجستير بتاعي، انا عملت انترفيو ل15 مدير، فده كان جزء من محدودية الدراسة بتاعتي، ان انا بنصح ان هي تتطبق او تتعمل على عدد اكبر عشان نقدر نتأكد من النتائج اللي انا توصلت اليها. اي دراسة علمية بتقولك كده.
في دراسات تانية لا 15 ما ينفعش، لو في الطب وفي الأدوية لازم يبقوا أعداد بالمئات. للأسف الدراسات اللي داخلة في العلاج بالطاقة بتبقى معمولة على أعداد بسيطة. والحاجة التانية كمان في بنعملها ان احنا بن isolate الفاكتور، يعني ايه؟ بنعزل الحاجات اللي احنا بندرسها، بدور مثلا على عامل محدد في التأثير، فبحاول اثبت كل العوامل التانية. يعني مثلا لما جيت اختار المدراء بتوعي اخترتهم من نفس المجال، واخترتهم من شركات على نفس قوة المنافسة، واخترتهم بياخدوا نفس المرتب، واخترتهم ان ليهم نفس الصلاحيات. كل ده ليه؟ عشان احاول ان انا اثبت كل العوامل وما يبقاش فيه اختلافات كتيرة، بحيث ان يبقى فيه اختلاف واحد بس هو اللي اركز عليه. الدراسات اللي بيقال انها اتعملت على العلاج بالطاقة ما فيهاش الكلام ده. للأسف الاعلام المنيل بستين نيلة بيقول لك دراسة حديثة اثبتت كذا كذا كذا. تقرا الدراسة نفسها ولا فيها اثبات ولا بتاع، مفيش دراسة بتثبت، كل الدراسات العلمية بتقترح وبتقول امور معينة بناء على معطيات الدراسة. اول ما تسمع خبر بيقولك او تقرا خبر بيقولك دراسة حديثة اثبتت كذا كذا كذا، اعرف انها ما اثبتتش، دي كانت من النتائج ومفروض تيجي دراسة تانية تثبت النتيجة اللي هم توصلوا اليها. المجال ده لانه نشأ برا الجامعات فعشان كده ملوش ضابط ولا رابط، دخل بقوة في الاعلام، والاعلام عمل له بروباجندا كبيرة. العلماء نفسهم العلماء المحترمين ما بيجدوش هذا الاهتمام الشديد بيهم. دايما مفيش اختبارات كافية عشان تؤكد الكلام اللي هم بيقولوه. فالبيانات بنسميها حتى في لغة الدراسات العلمية بنسميها نويز، كأنها ضوضاء، كأن عندك 20 واحد في مكان صغير وده بيقول كلمة وده بيقول كلمة وده بيقول كلمة. بيبقى احيانا كلام متلخبط، كلام متضاد، الكلام يعني برضو ما تقدرش تقول فيه دقة. لما اقول لك 51% قالوا 49% قالوا لا، يعني 51% قالوا و49% قالوا لا، غير لما اقول لك 80% قالوا و20% قالوا لا. هنا تفرق، 51 قصاد 49 مش بنفس قوة 80 لـ20. الأبحاث اللي بيقولك عليها انها أبحاث هي ولا أبحاث ولا حاجة، يعني في شروط معينة للأبحاث لا تدلل ولا تعطي قوة. ان احنا بنستند على الموروث السمعي، فلان بيقول لفلان وفلان بيقول لفلان وفلان بيقول لفلان، الرسالة اللي وصلك في الآخر رسالة مشوهة اتنقلت من واحد لواحد لواحد لواحد. الحاجة التانية كمان في كمان تحيز، والله أنا عملت الحكاية دي ونفعت، لما هاجي احكيها بحكيها بتضخيم للحاجات، ممكن يكون الألم اللي أنا حاسة بيه ما كانش كبير قوي قوي قوي، فهذا العلاج مع شوية تغيير أنماط الحياة مع الكلام ده كله ساعد. يقول لك أنا ما كنتش بنام الليل، كان الألم بيقطعني، كان كذا كان كذا. تعرفين أن في مقياس علمي للألم؟ هل عمرنا فعلا استخدمنا هذا المقياس العلمي؟ لا طبعا، لأن الحكاوي السمعية يعني بيبقى فيها تحابيش، فخدوا بالكوا قوي من التحابيش. في بقى حاجة كمان، اللي بيعملوا الحاجات دي بيستفيدوا مننا، بيستفيدوا ماديا او معنويا. انا في سيدة بتقولي لا انا الست اللي بتعمل لي حاجات معينة ما عمرها ما طلبت مني فلوس. طلع عمرها ما طلبت منك فلوس؟ قالت لي لا خالص. امال طلبت ايه؟ قالت لي طلبت بخور بكذا، وطلبت اكل وحاجات بكذا،
وطلبت كذا وانا اديتها هدية من عندي، حتة ذهب يعني، ادتها حاجة ذهب مش عارفة يعني، مش فاكرة ساعتها ادتها خاتم ولا سلسلة ولا ايه. وكمان طلبت مني اشغلها بنا، فانا شغلت لها بنا. طيب البخور اللي بالالافات اللي انت جبتيه ده هل اتحرق كله قدامك؟ البخور ده بثمن، وهي بتستخدمه مع ناس تانية، وربما كمان تكون بتروح بتبيعه وتعمل عليه شوية خلطات وتقول لها ده انا عملت لك عليه خلطة اللي هي، وخديه بدون مقابل. طبعا الست اخدت البخور اللي هي عملت لها عليه خلطة وقرت لها عليه حاجات وقالت لها ابدا والله لازم تاخدي كذا. قعدت بالورقة والقلم حسبت معاها، طلع انها خدت منها ما يقرب من 40,000 جنيه مع كمان شغل ابنها. فما تقولوش ابدا ان اللي بيعمل الكلام ده مش مستفيد، كل الناس مستفيدة، مفيش حاجة ببلاش في العالم. حتى اللي بيعمل خير هو بيعمل خير عشان يحس ان هو بيعمل خير، فمجرد الاحساس المعنوي هذا هو الطائل منه، فلازم يكون في مقابل، مفيش حاجة اسمها مفيش مقابل. هل انا يعني برفض فكرة الروحانيات والكلام ده؟ بالعكس، انا دايما اقول لكم، لكن الروحانيات هي شيء بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الروح، ويسألونك عن الروح، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ايه هي الروح، لهم انما علمها عند ربي. مفيش اي بني ادم مهما كان يقدر يقول لك، دي كلها اجتهادات، حتى المشايخ لما بيجوا يتكلموا اجتهادات، رأي، زي ما انا بجتهد، انا زي زيهم على فكرة، انت زيك زيهم، انت زيك زيهم، لان احنا نقدر ندعبس وندور ونصل لفكرة ونصل لرأي، سواء معاه او ضد مش مشكلة، بس نقدر نصل لرأي. فالروح دي حاجة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، مفيش دخل لأي مخلوق مهما كان. هل أنا لا أؤمن بالمعجزات؟ أؤمن بالمعجزات. ليه؟ المعجزة هو ما لا أستطيع تفسيره، وفي أمور كتيرة جدا جدا إحنا لا نستطيع تفسيرها، فربما يكون في حاجة أنا لا أستطيع تفسيرها وحصلت فبقت معجزة. ولكن في برضو نقطة خدوا بالكم، المعجزات على عبر التاريخ معدودة ومحدودة ومعروفة. معجزات بتحصل على فترات متباعدة، ومفيش شخص بتستقيم له انه يعمل معجزات عمال على بطال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه على معجزات، عشان كده في جزء كبير جدا جدا من ما يتداول عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته مش صح ومشكوك فيه، لأنه لو كان جاء بهذه المعجزات الفظيعة كان استجاب لطلبات الكفار. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن، هي الكتاب اللي أنزل، اللي محكم آياته، اللي فيه إجابة لكل حاجة احنا عايزينها، ولو ما لقيناش حاجة فيه، في آية بتقول لنا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذكر هنا معناه العلم، الذكر هنا معناه العلم، نروح نسأل شخص درس وعالم بهذا الأمر عشان يقول لنا الرأي السديد، لو ما عجبنيش رأيه أسأل آخر وآخر وآخر. في ممارسات في العلاج بالطاقة عادية وكويسة، وأنا نفسي بعملها، أنا بروح أعمل مساج عشان الشد والتنشنة والحاجات دي، أنا لما بروح أعمل ريفلكسولوجي في رجلي ببقى راجعة حاسة أن آلامي كلها اختفت. ليه برجع تاني؟ لأن الآلام بترجع تاني، فهو ليس علاج، ومفيش حد عنده مفاتيح الغيب، فخدوا بالكم من الممارسات ومن الحاجات، خدوا بالكم قوي 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 من الحاجات اللي انتوا بتسمعوها واللي انتوا هتبتدوا تؤمنوا بيها. دايما يقولك ايه، الدوية على الودان امر من السحر.
الكلمات شويه 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 شويه، تبص تلاقي بوست على الفيسبوك هنا، اعلان على اليوتيوب هنا، سمعت هنا سمعت هنا، ما تعرفش ايه اللي هيكليك وتبتدي تؤمن بهذا الامر. وفي النهاية كل واحد بصير على نفسه، واهم حاجة ان احنا ما نأذيش انفسنا ولا نأذي الاخرين. طولت عليكم لكن كان لازم اتكلم عن الموضوع واخده من جميع جوانبه. لو ليكم رأي آخر ياريت نكتبه بأدب وأخلاق تحت الفيديو، لو ليكم تعليق، لو ليكم تجربة. أعتقد أن الموضوع ده موضوع مهم ويستاهل أننا نتكلم عنه. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.